اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كلام في الميديا. حلقه النهارده طبعا مهمه جدا، وفي ظل حاله الحزن الكبيره جدا جدا عند كل الشعب المصري. عندنا كلام كتير قوي النهارده خلال الحلقه، لكن خليني اقول لحضراتكم في البدايه ان الجزء الثاني من حلقه اليوم هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت للحديث عن الكارثه الكرويه بالامس. كمان سؤال حلقتنا النهارده، من وجهه نظرك اسباب خروج منتخب مصر ايه؟ مين المتسبب في خروج منتخب مصر من دور ال 16 من بطوله الامم الافريقيه اللي بتقام فين؟ بتقام في ارضنا ووسط جمهورنا. تواصل معانا وقول لنا رايك ايه والسبب من وجهه نظرك ايه من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، انستجرام. عندنا كلام كتير قوي، نروح نشوف اهم وابرز العناوين الاول. أحزان الجماهير المصرية مستمرة بعد خروج المنتخب أمام جنوب أفريقيا. استقالة جماعية لاتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقي. اللجنة الأولمبية مدة مجلس اتحاد الكرة الجديد عام واحد فقط. اليوم الجزائر تواجه غينيا في دور 16 ومدغشقر أمام الكونغو. الأهلي يواصل معسكر الإعداد بأسبانيا. يوسف، أجواء المعسكر مثالية وخطوة لحصد بطولة الدوري. الفريق الأول يلتقي غدا مع سوكر سمارت وديا. خذلتونا، دعم دعمنا، مساندة ساندنا، تحفيز حفزنا، كل حاجة عملناها عشان خاطر ان المنتخب ده يوصل لنهائي بطولة الأمم الأفريقية وياخد البطولة. وطلعنا واتكلمنا ودافعنا على المنتخب ودافعنا على عناصر المنتخب، لأن كان ده التوقيت اللي لازم نعمل كده، لأن ما قدمناش حاجة تانية. المعطيات كلها كانت بتقول لنا انتوا مش هتاخدوا البطولة. كل المعطيات من قبل فترة الإعداد بتاعت المنتخب، الاختيارات بتاعت الراجل، كل حاجة كانت بتقول لنا انتوا مش هتاخدوا البطولة. الواحد بس كان ايه بيدي لنفسه الأمل بعد التنظيم الرائع لمصر في الحقيقة لبطولة الأمم الأفريقية والملاعب الجميلة والروح الحلوة والجماهير الرائعة اللي حضرت في المدرجات. فكنا بنحاول ندي لنفسنا الأمل، وكنا بنحاول نعمل اللي علينا، كلنا نحاول نعمل اللي علينا في مساندة المنتخب عشان ما يبقاش فيه حجه بعد كده. لكن دلوقتي ايه الحجه؟ بعد ما خلاص الحلم تبخر نهائيا. تبخر امتى؟ يا جماعه دي البطوله باديه بقى لها اسبوعين. هي مصر خرجت فعلا بعد اسبوعين؟ احنا خرجنا بعد اسبوعين من بطوله الامم الافريقيه؟ حد يتخيل؟ حد مصدق؟ اراهن مفيش واحد من الشعب المصري مصحيش بالليل وقلق كده وقعد يفكر كده يشوف احنا فعلا خرجنا من بطوله الامم الافريقيه ولا لا. كل حاجه عملناها، وكان لازم ان احنا نساند، وكان لازم ان احنا ندعم. وقلنا لحضراتكم وقت الحساب هيجي مع اخر مباراه لمنتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، وقلنا ساعتها يا رب تكون اخر مباراه دي نهائي بطوله الامم الافريقيه واحنا خارجين من الملعب بالكاس. لكن للاسف اخر مباراه لمصر كانت امبارح في امتى؟ في دور ال 16 بعد البطوله باسبوعين. فبالتالي وقت الحساب جه، بالتالي وقت الانتقاد جه، ولازم ننتقد، ولازم نشوف مين اللي غلط، ولازم يتحاسب. المحاسبه بس مش بانك تستقيل، ومش بانك تسيب اتحاد الكوره، لا، لازم يكون في اعتراف بالخطا. لازم تقول يا جماعه احنا غلطنا في كذا وغلطنا في كذا. أخطاء إدارية وأخطاء فنية كتيرة جدا 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 للمنتخب مصر. القرارات من البداية إن أنت جايب مدير فني عليه كلام كتير قوي، ومش عايز أخوض في هذا الكلام في الحقيقة، وأصرت وجبته. اختيارات المدير الفني، أولا لعب مباريات تعبانة جدا، يعني إحنا لعبنا منتخبات تعبانة جدا في تصفيات الأمم الأفريقية وفي المباريات الودية،
وفي الثلاث مباريات اللي لعبناها اللي كنا كمان وحشين فيهم وكسبنا بالعافيه في الدور الاول يعني، وجنوب افريقيا اللي اصلا ضايعين من الاخر كده في البطوله وعملوا مباراه علينا امبارح كبيره جدا جدا. لكن قعدنا نقول ايه ساعه الاختيارات، يا مستر اجيري، يا كابتن هاني، يا جماعه فين البدايل؟ الاختيارات اللي انتم مختارينها دي مالهمش بدايل، مفيش بديل لل11 في الملعب. طب وقعدنا نعيد ونزيد، يا جماعه مين بديل تريزيجيه؟ مين بديل محمد صلاح؟ مين في نص الملعب بديل عنده خبره؟ تمام، قلنا الكلام ده كتير جدا وعدنا وزدنا فيه، وقلنا ايه في الاخر؟ خلاص اختيارات المدير الفني، هو اللي اختار وهو اللي يتحمل المسؤوليه، ولازم يكون هو اللي يتحمل المسؤوليه، لان هو بصراحه اختار اختيارات غير منطقيه. مفيش واحد في الشارع الرياضي المصري كان مقتنع باختيارات مستر اجيري. واتحاد الكوره، نادينا على اتحاد الكوره، يا جماعه بصوا على الاختيارات دي، يا جماعه الموضوع كده مش هينفع، مش دي القايمه خالص تاخد بطوله الامم الافريقيه خالص، ما ينفعش. ازاي؟ بأنهي منطق؟ بأنهي منطق؟ ايه القوام ده؟ هو ده القوام اللي يجيب لك البطوله؟ وسايب ناس ذنبهم في الحقيقه، ذنبهم سايب ناس اتظلموا، والظلم وحش جدا جدا. فين عبد الله جمعه؟ فين عمرو السوليه؟ فين رمضان صبحي وكهربا؟ فين محمد هاني؟ فين احمد فتحي بقيمته؟ فين الناس دي؟ يا راجل حطهم حتى على الدكه لما تحتاج لهم، زي ما احتاجنا لهم كده في الاربع ماتشات دول، نزلهم يمكن يعملوا حاجه. لكن ده مفيش، ده الواحد هو قاعد بيفكر مين ينزل يلعب، مفيش خالص، مفيش حد، مفيش حد. وليد سليمان يا جماعه من الاخر كده، وليد سليمان تعبان، ركبته يعني مش ركبته وجعاه، يعني لسه راجع من اصابه. طبيعي جدا ان هو ما يبقاش في مستواه. وعز ما كان هو متالق، لا يقول لك اصل احنا بنركز على الاعمار السنيه الصغيره. احنا عايزين بنبني منتخب لبطوله الامم، بطوله كاس العالم القادمه 2022. لما عمل العمليه ولسه واحده واحده وليد سليمان بيجيب نفسه، كان احسن لعيب في مصر قبل العمليه وقبل الجراحه اللي عملها، لسه واحده واحده هوب وليد سليمان في المنتخب. طب ازاي؟ مش وليد سليمان ده لعيب في الاهلي؟ بس احنا بنتكلم منطقيه، ازاي واحد لسه راجع من جراحه في الركبه وقعد فتره غايب وبتضمه في المنتخب ومش جاهز 100% من الاخر؟ ودي معلومات احنا بنقولها لحضراتكم متاكدين منها. الواحد في الحقيقه مش عارف يقول ايه، لكن للاسف للاسف انتوا خذلتونا، خذلتونا جدا جدا جدا. والوضع صعب جدا، واكيد في حزن كبير قوي قوي عند كل المصريين، والواحد لغايه دلوقتي مش مصدق ولا مستوعب خروج المنتخب المصري من بطوله الامم الافريقيه. الاخطاء هي هي بتتكرر، اخطاء خاصه بالمعسكر، اخطاء اداريه، وكلنا بصراحه كده كله اتكلم في موضوع عمرو ورده. طالما ما كنتش هتاخد القرار او كنت هتتراجع في القرار ما كنتش خدته من الاول. اه بقى، ما احنا حقنا بقى ان احنا نقول الكلام ده، احنا سكتنا ساعتها وقلنا لا خلاص يا جماعه لازم نساعد المنتخب، لازم نقف ورا المنتخب، وصوتنا اتنبح في الموضوع ده، والناس عملت اللي عليها، والجمهور المصري كله عمل اللي عليه، وكل المشجعين في المدرجات عملوا اللي عليهم. تمام؟ لكن انت ازاي كمسؤول، كمسؤول تاخد قرار وترجع فيه؟ ازاي كمسؤول تاخد قرار وترجع فيه؟ فبالتالي الموضوع في الحقيقه صعب جدا جدا. ودايما ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. احنا ما احسناش اي حاجه خالص. مفيش اي حاجه خالص كاتحاد كوره او كجهاز فني احسنوا في التصرف فيها، عشان ربنا ما يضيعش اجر العمل ده. مفيش اي حاجه اتعملت صح، ولا حاجه اتعملت صح، سواء من بدايه من الاختيارات، مرورا بفتره الاستعداد للبطوله، مرورا بالجوانب الفنيه وشكل المنتخب وادائه في البطوله، كلها امور في الحقيقه غايه في الصعوبه، ومفيش اي حد قابلها خالص من الشعب المصري، مفيش اي حد قابلها خالص من الشعب المصري. المنتخب المغربي بالمناسبه لما قبل البطوله كان في مشكله على حمد الله، قال لك لا خلاص واحد في مشكله وبتاع، لا شكرا مش معانا، على طول احسم الامر. وكلمه حمد الله ده مهاجم قوي جدا جدا،
هم خرجوا برضو ولقوا نفس مصير المنتخب المصري، بس على الاقل كانوا افضل اداء، كان عندهم امال كبيره والناس كلها كانت واثقه فيهم. لكن بصراحه ما كانش في حد واثق في منتخبنا، بصراحه ما فيش حد كان واثق في المنتخب خالص. أسوأ منتخب الواحد ممكن يكون شافه المنتخب المصري في الفتره دي، أسوأ قوام للمنتخب. في لعيبه كويسه، في لعيبه كويسه، لكن اتظلمت جامد، لان ما فيش لعيبه ساعدتها في الملعب، ما فيش لعيبه قدرت ان هي تقف وتبقى على قد المسؤوليه. فبالتالي الامور صعبه جدا، ولازم نتعلم من اخطائنا، لان بصراحه الواضح كده ان احنا بس اللي ما نعرفش نتعلم من اخطائنا. العالم كله بيتعلم من اخطائه، فبتكلم تحديد في الجانب الرياضي يعني، وكله بيطور من نفسه ما عدا احنا. الناس كلها بتطلع لقدام واحنا اللي بنرجع لورا في الرياضه. احنا بس لحد امتى؟ لحد امتى الناس دي هتفضل زعلانه؟ كنا بنمني النفس ان ان شاء الله البطوله عشان على ارضنا، وان شاء الله عشان الجمهور ده ربنا باذن الله هيكرمنا، لكن الكوره ما فيهاش كده. الكوره ما فيهاش كده. الكوره بالاجتهاد وبالتعب. بالاجتهاد وبالتعب. بالمناسبه مدغشقر كسبانه 1-0، هي مدغشقر بتلعب مين يا جماعه؟ عشان الواحد خلاص مش طايق اصلا يتفرج على البطوله ولا. مدغشقر كسبانه الكونغو 1-0 في اول مشاركه ليها في بطوله الامم الافريقيه. في الدقيقه 9 مع بدايه المباراه. ابراهيم اماده اللي احرز الهدف. ومنتخب لسه بيقول لي هادي في بطوله الامم الافريقيه، وبيلعبوا كوره جيده جدا وبطوله رائعه. ليه؟ لان الناس دي طورت من نفسها. ما كانوش موجودين خالص، بس دلوقتي بيتواجدوا، ولما بيتواجدوا بيعملوا النتائج. مع مدير فني كويس، عارفين هم جايبين مين كويس، ومعاهم لعيبه كويسه. ممكن ما ياخدوش اللقب طبعا، يعني الموضوع صعب شويه، لكن في نفس الوقت تعبوا واجتهدوا. احنا بقى بنعمل ايه؟ ما بنعملش اي حاجه. بنطور، ما بنطورش في اي حاجه في الكوره. الكرة ما فيهاش أي تطوير. تمام؟ وفي الحقيقة لازم ندي الناس حقها. في ناس لازم نديها حقها. طارق حامد. نجم كبير جدا جدا جدا. محمد الشناوي. بطل. بطل. لولا امبارح كنا شلنا 3-4 عادي ومستريح. لكن في ناس زي ما أشدنا بيها في أول بطولة لازم ننتقدها. تريزيجيه. دلوقتي اقتنعنا وعرفنا ليه تريزيجيه مش بيلعب في افضل دوري في اوروبا. ليه؟ عشان اللمسه الاخيره. والمشكله دي عند تريزيجيه من بداياته. لكن فرق ما بينه مثلا وما بين مثلا واحد زي محمد صلاح، تمام؟ ان صلاح كان عنده نفس المشكله بس طور من نفسه ووصل. لكن تريزيجيه ما طورش من نفسه في الجزئيه دي، مع طبعا تقديرنا الكامل لتريزيجيه، لعيب كبير جدا لازم يطور من نفسه. الحته دي هي اللي ناقصاه، عشان كده بيلعب في القاسم باشا التركي. لكن لو طور نفسه في الحته دي هيلعب في احسن مكان في العالم، ونتمنى له دايما التوفيق. لكن للاسف اسباب كتير بقى، وخلاص الواحد يعني مش عارف يقول ايه في الحقيقه. وزي ما دعمنا وسندنا المنتخب وكان واجبنا كلنا كمصريين ان احنا نعمل كده، لازم دلوقتي ننتقد، ولازم دلوقتي نحاسب، والمحاسبه هتكون عسيره جدا جدا لكل المسؤولين عن الكوره في مصر. في المقابل لازم نشكر طبعا كل مؤسسات الدوله، كل مؤسسات الدوله اللي قدرت إن هي في 4 شهور بس تنظم لك بطولة بهذا الحجم، بهذا الكم من المنتخبات، بهذا أو هذه الجودة من الملاعب والمدرجات والبنية التحتية وملاعب التدريبات لل 24 منتخب. مجهود كبير جدا من كل مؤسسات الدولة. رئيس الجمهورية، وزير الشباب والرياضة، رئيس الوزراء، وزارة الداخلية، كل أي حد تعب في البطولة دي، وأي حد ساهم في إن هو يخرج الشكل التنظيمي بالمنظر الجميل ده لازم نشكره ولازم نحييه. لازم. الناس عملوا اللي عليهم، لكن المنتخب ما عملش اللي عليه. رجاله المنتخب اللي قعدوا يدافعوا عن بعض ما عملوش اللي عليهم. تمام؟ كل واحد عارف غلطته كويس جدا، والشعب المصري ما بينساش غلطات اللاعبين او غلطات الجهاز الفني. هارد لك لكل المصريين، والاهم ان احنا نتعلم ونشوف اخطائنا ايه، ونحاول نطور منها، ونحاول ان احنا نشوف نعالجها ازاي عشان الفتره الجايه باذن الله نرجع منتخب مصر اللي خد بطوله الامم الافريقيه 3 مرات ورا بعض، والمنتخب اللي كان بيخاف منه اي حد في افريقيا. دلوقتي عادي، دلوقتي اي حد ممكن يكسبنا للاسف بالقايمه دي وبالمنظر ده. يا راجل ده احنا كوبر كنا بننتقده، بس على الاقل كان لنا اداء وشكل في الملعب، عارفين الراجل بيعمل ايه.
مش اداء وشكل، كنا عارفين الراجل بيعمل ايه، الراجل بيامن ويدافع وبيلعب على سرعات صلاح وتريزيجيه، وكان بي 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 بيكسب، لكن احنا مش عارفين مع الراجل ده اي حاجه، اجري ده ما كناش عارفين اي حاجه. فعموما كلام كتير جدا، هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا النهارده كانت الميديا. نركز بقى في اللي جاي ونهتم بقى بالفتره اللي جايه سواء لصالح الكره المصريه، واحنا بقى نهتم بنادينا الكبير نادي الاهلي واخباره واستعداداته للفتره اللي جايه. بالمناسبه يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني النادي الاهلي ده اللي قاعد يتكلم مع اتحاد الكره قال لهم يا جماعه اللي انتم بتعملوه ده غلط، يا جماعه قراراتكم غلط، يا جماعه الامور ما تقدرش بالتليفون، يا جماعه الدوري كده ما ينفعش، اللي بيحصل ده ما ينفعش. تمام، هي دي مؤسسه النادي الاهلي، مش الفتره الحاليه بس، على مدار مختلف مجالس الادارات في تاريخ النادي الاهلي، المؤسسه الرياضيه الاكثر تنظيما واحترافا في مصر هي مؤسسه النادي الاهلي، دي حقيقه ولازم الكل يعترف بيها دلوقتي. اه في بعض المؤسسات الرياضيه اللي على فترات بتبقى كويسه، على فترات، لكن السيستم المستمر هتلاقيه بس فين؟ هتلاقيه في النادي الاهلي. من خلال ايه؟ من خلال كل الامور اللي احنا بنشوفها في النادي من قرارات وكل ما يخص الفرق المختلفه وكل ما يخص القرارات الاداريه والفنيه، كل حاجه هتلاقيها ماشيه صح في النادي الاهلي. وارد ان يكون في حاجات صغيره بس طبيعي في اي حته، لكن النادي الاهلي دلوقتي وفي اي وقت ليه نظام ومؤسسه رياضيه محترمه بتعرف ازاي تدير، هو ده النادي الاهلي اللي صوته كمان اتنبح مع اتحاد الكوره على مدار الفتره اللي فاتت كلها، واللي طلع في الاخر عنده حق. ليه عنده حق؟ لان الناتج اهو شفناه، الناتج ده بسبب عدم انتظام بطوله الدوري وبسبب الهزار اللي كان بيحصل في بطوله الدوري، هو ده الناتج الطبيعي للكره المصريه للاسف الشديد. الواحد بيقول كده هو حزين جدا جدا. اخبار النادي الاهلي، احنا عارفين النادي الاهلي سافر معسكر في اسبانيا واكيد بيستعد بكل قوه للفتره الجايه، بطوله الدوري واستكمالها وايضا بطوله او الموسم الجديد بشكل عام وبطولاته المختلفه، والنادي الاهلي بيستعد بكل قوه لهذا الموسم. الفريق سافر خلاص لاسبانيا النهارده تاني يوم ليه هناك، بيستعدوا بمنتهى القوه ومنتهى الجديه. دي لقطات طبعا حصريه عندنا بس في قناه النادي الاهلي لمعسكر الفريق هناك في اسبانيا في مدينه الكانتي الاسبانيه، ودي مدينه بالمناسبه ساحليه على البحر المتوسط. الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي قرر ان الفريق يخوض المران على فترتين النهارده، فتره الصبح وفتره بالليل. المران الصباحي كان في تمام الساعه 9:30 صباحا، والمران المسائي في تمام الساعه 6:30 مساء، يعني هيبتدي كمان دقائق قليله. وطبقا طبعا للبرنامج التدريبي اللي وضعه مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، وبالمناسبه مقر الاقامه يعني بالنسبه للنادي الاهلي هناك قريب قوي قوي من ملاعب التدريب، وده نتاج عن ايه؟ نتاج عن نظام النادي الاهلي اللي كان ازاي؟ مش بنقول كلامه خلاص، اللي كان بيتمثل في سفر الكابتن سعد عبد الحفيظ وامير توفيق هناك لاسبانيا عشان يطمنوا على كل الامور الخاصه بالمعسكر، اللي هي بتتمثل في مقر الاقامه وملعب التدريب، المسافه قد ايه؟ هجهد لعيبتي ولا لا؟ هتعبهم ولا لا؟ عايز اريحهم، عايز يعملوا معسكر كويس، عشان كده سافروا قبل المعسكر باسبوعين ولا 10 ايام، ظبطوا الدنيا تمام المسؤولين في النادي الاهلي، وبعد كده رجعوا وخدوا الفرقه ايه وسافروا. هو ده النظام الصح، هي دي المؤسسه اللي بتشتغل صح، هي دي تمام. فبالتالي المسافه ما بين ملعب التدريب اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه ده ومقر الاقامه بالظبط 5 دقائق، بالظبط 5 دقائق. فمفيش اي جهد بالنسبه للاعبين، مفيش اي امور بتعيقهم عن ان هم يعملوا تدريبات مناسبه جدا، ان هم يتعبوا في الفتره دي عشان ان شاء الله يبقوا واقفين على رجليهم في الموسم الجديد وما تبقى من الموسم القديم. فبالتالي في برنامج تدريبي وضعه مستر لاسارتي والكل ماشي عليه خلال المرحله الحاليه. أليخاندرو كمان مدرب الاحمال بيرفع الحمل البدني للاعبي الاهلي، وده من خلال طبعا التدريبات سواء النهارده الصبح او النهارده بالليل، وكمان امبارح بالليل كان في تدريب خفيف كده. ده نجم كبير ده اللي في الصوره ده، غريبه قوي ما كانش يبقى في المنتخب، المهم يعني. فبالتالي التدريبات قوية جدا، فيها رفع شوية للحمل البدني للاعبي المنتخب على هامش المعسكر،
وده عشان الفريق ان شاء الله بيستعد كمان لمباراه وديه بكره ان شاء الله. مباراه هتبقى مهمه جدا، مهمه عشان هي مباراه تستعد من خلالها للموسم الجديد من خلال مواجهه فريق سوكر سمارت في اولى وديات النادي الاهلي في معسكر اسبانيا. واحنا عارفين النادي الاهلي كان لعب وديه هنا في القاهره قبل ما يسافر كمان، فبالتالي استعداد كله على قدم وساق بالنسبه للنادي الاهلي. بكره مش هتبقى الوديه الوحيده، في وديه اخرى كمان هتكون يوم 11 ويوم 15. بالمناسبه الوديه كانت المفروض النهارده لكن تم تعديل الموعد وبقت بكره ان شاء الله الوديه الاولى بالنسبه للنادي الاهلي في تمام الساعه 6:30 مساء. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه كمان من خلال تصريحاته؟ قال ان اليو ديانج نجم الاهلي الجديد ولاعب الوسط الجديد في صفوف الفريق مش هيقدر يلحق ببعثه النادي الاهلي في اسبانيا بسبب الاجراءات وكل ما يتعلق بهذه الامور، فبالتالي مش هيكون متواجد مع معسكر الفريق في اسبانيا، وهينتظر النادي الاهلي حتى موعد عودته ان شاء الله القاهره عشان ينضم للتدريبات بشكل رسمي وطبيعي مع المجموعه ان شاء الله باذن الله. لكن في مقابل جيرالدو لاعب النادي الاهلي الانجولي خلاص هيسافر يوم الاربعاء، هيكون متواجد مع الفريق ان شاء الله هناك في اسبانيا. كابتن محمد يوسف كمان اتكلم وقال ان اجواء معسكر اسبانيا مثاليه وخطوه لحصد بطوله الدوري، وده كلام مهم جدا جدا من الكابتن محمد يوسف، وشايف ان هو المعسكر فيه كل الامكانيات المميزه بالنسبة للمعسكر إعداد لأي فريق، وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وإن المعسكر ده هيستمر اليوم 16 يوليو الجاري. وقال إن المعسكر أكثر مثالية ومناسب جدا بالنسبة للفريق، حتى كمان من ناحية الطقس، قال إن الطقس جيد جدا جدا جدا، وكمان من ناحية الهدوء الشديد اللي حوالين مقر اقامه النادي الاهلي وملاعب التدريبات. وهي اوروبا كده فيها اماكن كويسه قوي تنفصل فيها عن العالم، يعني تقدر تتمرن وما يبقاش في اي ضوضاء حواليك او اي شيء يعطلك عن التدريبات يعني. فالامور هناك ماشيه بشكل كويس، نتمنى لحد النهايه باذن الله النادي الاهلي يقدر يكمل المعسكر بشكل مميز وان شاء الله يكون موفق في هذه المرحله استعدادا لما هو قادم من مباريات مختلفه. تدريبات تأهيلية لمحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي اللي تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول، أدى تدريبات تأهيل بدني على هامش مران الفريق، وده ليه؟ لأن هو كان عنده آلام في منشأ العضلة الخلفية، فبالتالي هيكون عنده بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية اللي بدورها إن شاء الله تخليه لائق للمشاركة في التدريبات. وبالمناسبة عندنا عناصر مميزة جدا 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 من الشباب في النادي الاهلي، وان الكابتن مستر لاسارتي هو بيبص عليهم بشكل كويس والجهاز الفني واصر ان هو يصطحبهم معاه في معسكر اسبانيا عشان يقدر يحكم عليهم بشكل كبير. لكن بالمناسبه هو مقتنع ببعض العناصر من شباب النادي الاهلي. احمد الشيخ بيشارك في تدريبات فريق الكوره بشكل طبيعي. احمد الشيخ الفتره اللي فاتت، الاسبوع اللي فات بالتحديد، كان عنده آلام في الكاحل، لكن خلاص اللاعب شفي تماما من هذه الآلام وشارك النهارده الصبح في التدريبات بشكل طبيعي وبشكل جماعي، وهيكون مشارك كمان في مران المسائي اللي هينطلق بعد دقائق قليله من دلوقتي 3-4 دقائق وينطلق المران المسائي بالنسبه للنادي الاهلي. فيما يتعلق بمؤمن زكريا وحسين السيد عندهم تدريبات بدنيه خاصه، وخصوصا ان مؤمن عنده آلام في الركبه وحسين السيد بيتم تاهيله عشان يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل جيد بعد انتهاء اعارته لنادي الاتفاق السعودي، وبرده اكيد مرحله مهمه جدا جدا بالنسبه لكل اللاعبين خلال الفتره الحاليه. هنحاول ان احنا ان شاء الله باذن الله نتواصل مع حد هناك عشان يقولوا لنا كل الاخبار وكل الجديد الخاص بمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح نشوف اخبار الكان على الصحف ايه ونرجع، يلا بينا. المسا، منتخبنا ودع امم افريقيا من دور ال 16. الاهرام، جنوب افريقيا تطيح بالفراعنه في اكبر مفاجات البطوله، لورتش احرز هدف المباراه الوحيد والشناوي انقذ المنتخب من هزيمه ثقيله فعلا. اخبار الرياضه، اجري واللاعبون والجبلية ضيعوا الحلم الجميل. اخبار الرياضه، منتخب صلاح راح، رجوله حامد والشناوي لم تنقذ الفراعنه. الاخبار، اجري اخرج الفراعنه واهدى الفوز لجنوب افريقيا،
أبو ريدة يقيل الجهاز الفني وتقدم باستقالته مع أعضاء الجبلاية. الأخبار المسائية، فضيحة المنتخب، حان وقت الحساب، الفراعنة يودع أمم أفريقيا بخسارة مفاجأة من الأولاد. أخبار الرياضة، الوزير يبدأ محاكمة اتحاد الكرة فورا. المنتخب يستحق كل هذه العناوين القاسية في الحقيقة، طبعا يستاهلوا هذا الانتقاد، يستاهلوا هذه العناوين القوية جدا في الانتقاد، كمان يستاهلوا ان يتقال عليهم ان احنا خرجنا بفضيحة من بطولة الأمم الأفريقية. بالتالي اكيد مفيش اي تعليق على هذه الأخبار، مفيش حاجة جديدة تتقال. اللي احنا عايزين نقوله انتوا كلكم عايزين تقولوه، وقلناها في بداية الحلقة، هما خذلونا، بس هو ده التعليق الوحيد. الواحد والله حزين وهو بيقرا العناوين كده، مش متخيل ان في لسه ماتشات في بطولة الأمم الأفريقية ومصر بره من بدري كده من دور ال 16. هدفنا دايما ان احنا كنا ناخد البطولة، كنا بنحاول نقنع نفسنا بكده بصراحة يعني، رغم عدم وجود المقاومات زي ما قلنا. لكن يا راجل البطولة لسه ما بلهاش 15 16 17 يوم، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبقى بره كده موضوع صعب في الحقيقة. خلينا نروح نشوف اخبار اللي كان في المواقع. ايه يا رب، الشروق، مجلس اتحاد الكره الجديد مدته سنه واحده. فيتو، اول تعليق من وزير الرياضه على خروج المنتخب واستقالات اتحاد الكره. الوفد، ماذا قال أجيري للاعبي منتخب مصر بعد الخروج من أمم أفريقيا؟ الفجر الرياضي، ميشيل سالجادو يكشف عن سببين فقط لسقوط منتخب مصر. كورة، كده يصر على تغريم وردة قبل الرحيل. لازم. يلا كورة، كواليس فندق إقامة المنتخب بعد الخروج المهين. سوبر كورة بالأرقام، محمد الشناوي ثاني أفضل حارس في تاريخ مصر بكأس أمم أفريقيا. صدى البلد، الأعلى في أفريقيا، راتب أجيري يؤكد فشل مجلس هاني أبو ريدة. الشروق، ميرور، حسرة صلاح تساوي أخبار جيدة لليفربول. في الجول، صاحب هدف جنوب افريقيا، ظننت انه لم يحتسب بسبب الصمت الرهيب في الملعب. بوابة سبورت، كأس الأمم الأفريقية، مدرب تونس يتحدث عن خروج الفراعنة واستبعاد معلول. الوطن سبورت، رسميا دي صبر يفسخ تعاقده مع منتخب أوغندا بالتراضي. الهداف الجزائرية، محرز تحت ضغط غير مسبوق بسبب صلاح. الشباك الجزائرية، ألفاف توزع أكثر من 800 تذكرة. اللي هيحصل دلوقتي في اتحاد الكرة، الأمور هتمشي إزاي؟ هيبقى فيه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، هو اللي هيدير الأمور كلها بخصوص الاتحاد، وكمان مع المدير المالي، وعلى طول هيبقى فيه انتخابات لاتحاد الكرة. الانتخابات دي هتنتج عن مجلس جديد يقود الاتحاد لمدة موسم واحد. بعد الموسم ده يعني في 2020 هيبقى فيه انتخابات لكل الاتحادات، فكله هيبقى في توقيت واحد. ده اللي هيحصل بالنسبة لاتحاد الكرة. ده من الشروق بالمناسبة، وهي بتقول إن مجلس اتحاد الكرة الجديد مدته سنة واحدة. فدي كل دي الأمور اللي هتحصل يعني بالنسبة لاتحاد الكرة بعد استقالات المجلس بالكامل بالأمس عقب المباراة. الوفد بتقول إيه؟ ماذا قال أجيري لاعبي المنتخب؟ هيقول إيه يعني؟ بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية. ده واحد قال إيه بعد ماتش أوغندا؟ قال لك أنا اتفاجئت المستوى القوي لأوغندا. هو في مدير فني يقول كده؟ طيب ده امبارح بقى قال لك ايه؟
بعد الماتش وخرجنا بقى والناس كلها خلاص زعلانه يعني. بيقول لك بصراحه دفاع منتخب جنوب افريقيا كان قوي قوي يا راجل. والله العظيم حاجه تضحك. يعني ايه مدافع جنوب افريقيا؟ ما حضرتك بتعمل ايه؟ يعني حضرتك دورك ايه؟ اصلا اضعف خطوط جنوب افريقيا خط الدفاع من الاخر يعني، اكيد حضراتكم متابعين البطوله اكتر مننا كلنا وعارفين كده. فازاي يعني؟ تصريحاته غير منطقيه، مستفزه شويه للشعب المصري. واضح ان هو مدير فني على قده من الاخر يعني. الفجر الرياضي، ميشيل سالجادو يكشف عن سبب او سببين فقط لسقوط منتخب مصر. هو كان دوره ايه؟ كان دور ميشيل سالجادو ايه؟ مضيبه هو مخرجنا الكبير بيقول لي انا نفسي اعرف كان بيعمل ايه. والله احنا كمان مش عارفين، وممكن نعمل سؤال للحلقه، ما هو كان او ماذا كان دور سالجادو مع منتخب مصر؟ لا او واحد كان لعيب طبعا، كان كبير طبعا، سالجادو كان لعيب كبير وكلنا عارفينه، لكن بعد ما اعتزل عمل اكاديميه في دبي بزنس يعني. بعد كده المنتخب جابه مساعد لاجيري لمنتخب مصر، منتخب مصر اسم كبير جدا جدا، جايبين واحد عنده اكاديميه مع كامل احترامنا وتقديرنا ليه يكون في جهاز المنتخب مصر. هو ده كان دور سالجادو. الواحد انا بصراحه اللقطات اللي كنت بشوفها للراجل في تدريبات المنتخب واقف عامل كده، ده سالجادو. معرفش هو ممكن ما يكونش عارف اصلا دوره كان ايه يعني، واقف بيتفرج واقف مش عارف ايه، يطلع يقول له كام تصريح، يطلع يقول له مش عارف ايه. سببين ايه بس مش عارف. طيب كوره، ابو ريده يصر على تغريم ورده قبل الرحيل. كان لازم يا جماعه، كان لازم، كانت هتبقى حاجه صعبه قوي، احنا ما كناش ينفع نعلق ساعتها خالص ان انت تاخد قرار وترجع فيه. مش ده اتحاد الكوره اللي ياخد قرار ويرجع فيه على طول كده في تاني يوم ايا كانت اسباب ايه؟ لعيب بقى قال لك لازم يرجع، لعيب قال لك يا عم مفيش الكلام ده، ايا كان قيمه اللعيب مين، ايا كان مين هو. منتخب مصر اكبر من اي حد، منتخب مصر اكبر من اي اسم حتى لو وصل لايه. لكن موضوع ورده ده احد الاسباب الرئيسيه، اختلفنا اتفقنا هو احد الاسباب الرئيسيه في اللي حصل لمنتخب مصر، الجدل والتشتيت اللي حصل والكلام الكتير اللي حصل بسبب لاعب في منتخب مصر، وبسبب لاعب اخر ممكن يكون كان سنده، وبسبب حاجات كتير، وفي كواليس كتير اكتر بكتير جدا جدا في معسكر المنتخب احنا يعني حتى لو عارفينها مش هينفع نتكلم فيها دلوقتي. لكن احنا نستحق الخروج، نستحق ان احنا نخرج. وكنا متوقعين او ناس كتير جدا مننا كانوا متوقعين ان احنا في اي وقت هنخرج دور ال 16، دور ال 8، احنا كنا هنقابل نيجيريا دور ال 8، كنا هنقابل نيجيريا دور ال 8، كان الموضوع هيبقى اصعب طبعا. سوبر كوره بالارقام، محمد الشناوي ثاني افضل حارس في تاريخ مصر في كاس امم افريقيا. ده بسبب طبعا ان هو قعد فتره كبيره ما بيدخلش فيه اهداف، حتى الهدف الكارثي مش بسبب الشناوي يعني، هدف كارثي بالنسبه للشعب قصدي يعني. يعني هو فعلا هدف الكوره وهي داخله الجون الواحد مش مصدق. الواحد مستني الحكم يقول اوفسايد وهي مش اوفسايد طبعا. الواحد مستني الحكم يقول لا 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 مش جون وخلاص. مش جون. هي كده مش جون. لكن جون. الكوره جون. بعد الهدف ده كان ممكن، او لو الهدف ده ما كانش جه كان ممكن الشناوي يبقى افضل حارس في تاريخ مصر في الوقت او الدقائق اللي ما استقبلش فيها اهداف خالص في بطوله الامم الافريقيه. هو دلوقتي تاني افضل حارس في تاريخ مصر، وكل التحيه والتقدير لمحمد الشناوي وطارق حامد تاني الاثنين، ولكل اللاعبين. بص يعني اللاعبين كلهم بالمناسبه لاعبين جيدين، بس اللي شغلهم غلط يعني. كل اللاعبين جيدين بس اللي كان بيقود المنتخب مش عارف يقوده اداريا او فنيا، فده الناتج يعني. النتيجة كده إن إحنا نخرج من دور 16. إحنا نظمنا خمس بطولات أمم أفريقيا على مدار تاريخنا. خدنا ثلاثة، ومرة خرجنا من دور قبل النهائي وطلعنا الثالث، والمرة دي طلعنا 16 تقريبا كده يعني، طلعنا من دور 16. فحاجة صعبة في الحقيقة يعني.
طيب صدى البلد بتقول ايه؟ الاعلى في افريقيا راتب اجيري يؤكد فشل مجلس هاني ابو ريده. جايبين مدرب ومديين له 108 الف يورو في الشهر. ليه؟ عشان يجيب لنا بطوله الامم الافريقيه. هتقول لي ما هي بطوله الامم الافريقيه اصلا كانت هتتنظم بره مصر وكان الهدف ان احنا نوصل قبل النهائي مثلا الدور الثمانيه. لا طبعا خلاص طالما البطوله كانت في مصر يبقى لازم كان لازم ياخدها. هو مدرب قليل؟ احنا دافعين له قليل؟ لا طبعا احنا دافعين له قد كده. وفي الاخر خرجنا من دور ال 16. الراجل ده حتى لو كان خرج من النهائي كان هيبقى فاشل. حتى لو وصلنا النهائي وخسرنا البطوله كان هيبقى فاشل. وبياخد 108 الف يورو في الشهر. مدربين اقل منه في المرتب لكن اعلى منه في القدرات كتير قوي قوي في البطوله دي. ابرزهم رينارد، جمال بالماضي، دي سابر مدرب اوغندا. كل دول احسن من اجير بصراحه. كل دول احسن من اجير وبياخدوا اقل منه بكتير. الخبر اللي بعده الشروق بتقول ايه؟ حصره صلاح تساوي اخبار جيده لليفربول. بصراحه محمد صلاح مش هو ده محمد صلاح. دافعنا عنه عشان الوقت كان بيتطلب ان احنا ندافع. الوقت ودورنا كان ان احنا لازم ندافع لحد ما نشوف اخره المنتخب ايه، هيوصل لحد فين. لكن مش ده صلاح خالص اللي احنا كنا منتظرينه في بطوله الامم الافريقيه للاسف الشديد. مش هو ده اللي كنا حاطين عليه امال كبيره جدا. وبرده احنا ما عندناش نص ملعب بيوصل صلاح وتريزيجيه ومروان. بمناسبه تريزيجيه بس عشان الناس ما تفتكرش ان انا بنتقد تريزيجيه، تريزيجيه احد ابرز نجوم البطوله على فكره. ما كانش موفق بس امبارح، ضيع كورتين سهلين. كان لازم يبقى مركز اكتر من كده تريزيجيه. هي دي بس الحاجه اللي ناقصه عند تريزيجيه. لو عنده الحاجه دي، اللمسه الاخيره عند تريزيجيه، مش بقى قدام المرمى بشكل عام، يلعب في ريال مدريد وبرشلونه وهو حاطط رجل على رجل، حاطط رجل على رجل. لكن عموما يعني نرجع لصلاح، مش هو ده صلاح خالص. وكلام كتير جدا حواليه ومش عارف ان هو ما كانش عنده برد وكلام. انا مش عايز اتكلم في الموضوع يعني ما عنديش معلومه اكيد. يعني انا ما عنديش معلومه اكيد. هيتاكد امتى؟ لما تظهر صور مثلا. لكن ايا كان ايا كان مش هو ده محمد صلاح خالص اللي احنا كنا منتظرينه في بطوله الامم الافريقيه للاسف الشديد. للاسف الشديد. هي مصلحه لليفربول على حسب الخبر يعني من الشروق. ليه؟ لان ليفربول بتبتدي دلوقتي فتره اعداد فعايزين محمد صلاح يريح شويه علشان يرجع يشارك معاهم فتره الاعداد للموسم الجديد. بمناسبه بقى راحت محمد صلاح عشان الجزئيه دي كنت عايز اتكلم فيها. من ضمن الاخطاء الاداريه ها؟ ان ما حدش قبل بطوله الامم الافريقيه قال لنا صلاح هينضم للتدريبات امتى؟ الراجل قعد 10 ايام بياخد اجازه وحقه يا سيدي يستريح. استريح مفيش مشكله. بس الواضح ان محمد صلاح نفسه ما كانش قال لهم انا راجع امتى. ما كانش قال لهم انا هنضم للتدريبات امتى. هو ده ينفع؟ هو في عقل يستوعب الكلام ده؟ اطلع قول لنا محمد صلاح هينضم للتدريبات امتى؟ ما دي من ضمن الاسباب اللي ادت اللي احنا فيه دلوقتي. لو لاعب بيتحكم في منتخب مصر فده اكبر خطا. مصر اكبر من اي حد واسم مصر اكبر من اي حد ومنتخب مصر اكبر من اي حد. ومناسبه بقى برضو الجزئيه دي برضو مهمه. مدير المنتخب بعد مباراه اوغندا وتصريح احنا كنا اتكلمنا فيه لو حضراتكم تفتكروا في الحلقه من ضمن الحلقات يعني البرنامج ده قلنا ايه او هو قال ايه؟ قال يا جماعه والنبي ما تهاجموش منتخب مصر عشان اللعيبه بتحبط. طب يا سيدي ادينا ما هاجمناش منتخب مصر. ادينا سندنا ودافعنا عن منتخب مصر. اللعيبه عملت لنا ايه؟ جابت لنا لقب؟ ما جابتش اي حاجه. ما عملتش اي حاجه، يا راجل ده ما عملوش اصلا ماتشات كويسه. ناتج عن ايه؟ والهجوم هنا مش على اللعيبه بس، ناتج على الاداره الفنيه السيئه جدا. والتغييرات الغير مفهومه، مروان محسن يطلع ينزل مكانه احمد علي، ايه اللي حصل يعني؟ ايه الانبهار في كده؟ ايه الاندهاش في كده؟ فبالتالي الخروج مش مفاجاه. بس محبط في نفس الوقت عشان احنا مصريين وبنحب مصر. عشان احنا مصريين وخايفين على اسم مصر وكان نفسنا مصر تاخد البطوله. اخطاء كتير لو قعدنا نتكلم في الاخطاء هنحتاج حلقتين ثلاثه يعني. لاعب جنوب افريقيا طبعا بعد ما جاب الجون ده من في الجول بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا ما حسيت ان الجون هيتلغي لان لقيت الملعب كله سكت. طبعا ما هو الملعب لازم يسكت. الجمهور مش مصدق الدقيقه 85 بيجي فينا جون. كل سنه وانت طيب. باي باي شكرا.
البطولة خلصت بالنسبة لي. هارد لك لمنتخب مصر، وحظ أوفر إن شاء الله فيما هو قادم من المنتخب. المهم إن إحنا نعالج الأخطاء. في روسيا الأخطاء اتكررت في مصر، كأس العالم، مقر الإقامة. تقريبا أنت هي شبه الأخطاء هي. لما نتعلم هنتطور. لما نقف عن أخطائنا ونعترف بيها هنتطور وهنوصل للي نفسنا فيه. هنوصل للي نفسنا فيه وده اللي احنا بنتمناه لمنتخب مصر. ماشي. هروح لفاصل، بعد الفاصل بقى فقرة مهمة جدا 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 لأن الكلام فيها يعني مهم للغاية للغاية. وكل الكواليس اللي حصلت واللي هتحصل الفترة الجاية مع مين؟ مع ضيفنا العزيز أستاذ الناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام شتوت. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام شلتوت. يا أستاذ عصام نورنا ومشرفنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل جمهور مصر العظيم، الجمهور اللي قدم كل ما يمكن أن يكون في متناوله، ولو أن هناك يعني 10% من جهد الجمهور العظيم ده 5% من اللي قدمته الدولة المصرية عند كتيبة الفشل دي الحقيقة لكان هناك تصور آخر. كتيبة الفشل طبعا طبعا مش عارف أقول لك مين ولا مين يعني، لكن الحقيقة كانت ظاهرة امبارح في استاد القاهرة 100 مليون دمعة فعلا. خذلونا وقفلوا يعني كل طرق الأمل في أنه الاحتراف أتى بثماره، أن الاحتراف لصالح هذا الوطن، وان صناعه كره القدم اللي فيها امل، وانا باكد لك ان فيها امل، فيها امل ده مهم قوي، البطوله لازم تستمر، وان احنا بنينا حاجه مش هنهدها عشان فشله. زمان كان في اغنيه الناجح يرفع ايده، النهارده هنقول لهم الفاشل يرفع ايده. وبالتالي ده كلام يعني امره محسوم، بيتهيألي انه الصوره تكتمل الان مع الأخذ في الاعتبار إن إحنا لدينا الآن ما يبنى عليه من مشروع تذكرتي، من ملاعبنا التي جددت، من قناة أعدت حصريا للمصريين حتى لا يمد أحد يده في جيوبهم بشبكات مشبوهة، ومن ثم أعتقد إنه ده يبنى عليه. وبالتالي أنت شايف إنه ده لوحده كفيل بإنه يكون موجود. مش عارف ازاي اقول لك انه كل واحد امبارح كان في الملعب موجود علشان يبقى شايف مشهد لبلده او منتخبها. البلد كبيره وعظيمه بالزبط. اتحدث عن كره القدم لانه فعلا. لا يجوز ابدا انه حد يتحدث بصيغه انتكاسه مصر. لا 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 انتكاسه الكره صح. المنتخب، لانه هؤلاء النجوم اللي كنا نحسبهم غوالي الحقيقه مش بس مدرب يعني ادينا له كل الفرص، ويمكن تحديدا هنا واحنا بنتكلم قلنا انه ده لا يليق ابدا بمدير فني انه تكون اختياراته ضيقه محدوده، الا لو كان عنده جديد سيقدمه. استبعد صناع اللعب من كل الانديه، استبعد اطراف، حتى ظلم ايمن اشرف ظلم بين باعتباره بيلعب بقاله موسمين بالظبط، والناس بعمل بطوله كويسه فعلا. ايمن اشرف الحقيقه ده فين في مركز بقاله كتير ما بيلعبش فيه، ما بيلعبش فيه على مدار موسمين كاملين، بل قدم اوراق اعتماده كظهير ثالث حين احتاجه ناديه فعلا. عندك بقى عبد الله جمعه، عندك قول بقى زي ما انت عايز، السوليه، احمد علي الذي اخذ فرصه في توقيت حرج جدا، ما لعبش ليه ماتش اوغندا، حاجه غريبه جداً. قلنا الراجل يمكن بيقول ان الخبرات الافريقيه تحتاج. طب يا سيدي الخبرات الافريقيه كان عندك 3 مباريات ابتداتهم وانتهيتهم بدونه، كل دي برضو اخطاء تبقى فرعيه لو كان هناك حماسه في الملعب من الكل. لا استثني احد، هنطلع 2-3 جامدين جدا طبعا، هو ده الامل في بعض اولاد مصر النابهين، لكن في النهايه حسبوا على ما وصلوا إليه من فشل من تنوين كروي، لأنه الحقيقة لا، في حالة لابد أن يبنى عليها، مش هنضيع كل الحاجات دي، هنروح ورا الفرق
العربية من عرب الشمال الجزائر وتونس وما تبقى لنا من أحلام معهم، هنكون عند حسن ظن أشقائنا من القارة السمراء، والكل سيجتهد في أن يصل للملعب لتشجيعهم لتقديم سبورت يحتاجوه، لن نفقد البطولة، لازم تنجح. ما أنا بقول كل الأحوال هذا هو الكأس بالظبط كده، وأنا والله قايل ده من أول يوم، مش فكرة الخروج. قلت إن عندنا كأسين، كأس التنظيم العالمي بمليار 240 مليون في القرعة، بمشاهدات بكل الوسائط والتلفزة في حفل الافتتاح تعدت المونديال بأرقام بسيطة، لكن ده لوحده انتصار كبير. ومن ثم حتى كوبا أمريكا اللي بيلعب نهائيها اليوم كانت فطسانة عالمية فعلا. لو شفت حجم النشر جنب أمم أفريقيا الكان 2019 في المحروسة العظيمة دي فعلا. العظيمة بولادها، العظيمة بأجهزة الدولة التي لم تطق صبرا على هذا الفشل بين تنسيس وأفضل أولى الكروي. طيب أنا عايز أتكلم عن الأسباب كده، نتكلم واحدة واحدة من وجهة نظرك ومن خلال متابعتك وقربك للأحداث بشكل كبير جدا كناقد رياضي كبير ومعروف، يعني الأسباب من وجهة نظرك بتتمثل في إيه؟ عندناش نظام. نظام إحنا نادينا بنظام قد إيه لكرة القدم؟ مسابقات مفيش، شغل مفيش، لا يمكن تكون بتشتغل 7 صنايع والبخت هتقول لي ضايع. لا مش ضايع، أنت اللي مفرق جهدك على 7 صنايع في أقل تقدير. لن نذهب نحو يعني اتهامات، هناك جهات أخرى تبحثها الآن، لكن خلينا نقول الإفادة. الإفادة كفاية وبزيادة. إن أنت النهاردة تخرج لمنظومة كروية لا تستطيع أن تقدم مسابقة بدعوة أن هناك مؤجلات وأندية وحاجات، يا سيدي كل الناس عندها ظروف مشابهة، لكنها تتعامل مع كرة القدم كصناعة، تتعامل مع كرة القدم أن كل واحد في المنظومة يا أستاذ أمير بيشتغل شغلته بس. يعني اللاعب مش لاعب وعنده بزنسها كده بيعدي عليها بعد الظهر، يعني عضو مجلس الإدارة مش عضو مجلس إدارة وعنده شغلتين ثلاثة آخرين. وبالتالي حتى فكرة من يدير احترافيا من العاملين عليها زي ما بيقولوا برضو ما فيهمش حد. هناك مدربين على فكرة ده على مدار سنين طويلة، وكنا بنقول يمكن تخلص مدرب مثلا معاه تصريح من هيئة عشان يشتغل مدرب نص يوم، لاعب وطالب ومجند وقس على ذلك، يدير هو دوري محترفين وأشياء من هذا القبيل. تحملنا الكثير، وأعتقد أنه مش بس أوان المحاسبة، لا ده أوان المراجعة للملف كاملا، ملف صناعة البهجة، ملف أمن قومي اسمه الرياضة وفي القلب منها كرة القدم. شفت بهجة الناس، شفت الملاعب وهي منورة، شفت ما يمكن أن يكون لثاني مرة يحدث في العالم، الفان آي دي والدخول الممنهج، شفت نظام تذكرتي أن يكون هناك حجوزات، لكن تلاقي شوائب بقى، كلام عن تذاكر هنا وهناك، كلام عن أفعال يعني زي الأورام الخبيثة في جسد قوي والحمد لله. وبالتالي هنا عرفنا الدروب فين. اليوم هو يوم بدء العمل مجددا، كأن مصر تستضيف بطولة لتنجح ب24 منتخب ب8 منتخبات إضافية زي ما قلت لحضرتك هنا قبل كده لو فاكر، يعني نصف بطولة جديدة أحرجت مصر من قام بتدشين أمم أفريقيا زي ما قال إيفنتينو، وقال إنه راجع ده، والسيد أحمد قال إنه حتى 2006 كانت قمة وقت منظمتها مصر، الآن تحرج مصر من سيتقدم أو يفصح عن ستاره في 2021 أعتقد كوت ديفوار، لا الكاميرون. الكاميرون صح. وبالتالي هنا مسافات طويلة جدا ممكن إن أنت تمشيها بسرعة جدا بالزبط. لأنك حددت المسار، بقى عندك الطريق واضح المعالم الآن، الباقي خلاص كلام ابن عم حديد، لكن علينا أن نراعي في التجديد والتطوير أن هذا الملف هام وعاجل زي الأفلام كده اللي يروح المخرج عامل سري للغاية، بس ده بقى شعبي للغاية بالسري للغاية. يعني إيه؟ يعني كل المطالبات يتم تنفيذها، المطالبات بدوري محترفين، المطالبات بأن يعمل كل بني آدم في البلد دي عمل واحد، المطالبات بعدم خلط الأمور، ما تبقاش بتشتغل مع جهة والتانية بقيت اليوم وبالتالي هناك تعارض. ومن ثم أعتقد أنه ده المشوار اللي بدأ فعلا، مش بقول اللي هنبتديه، عشان كده بقولك لسه فيها مليون حاجة حلوة ضمنها
ان تظل مكتسباتنا من البطوله دي. احنا واجهنا راجل شبكات تلفزيونيه للفساد وجمع اموال المصريين، ومن ثم اعتقد انه حتى دي كمان يبنى عليها. فلا توجد بيعه الا برضا مسؤول كره القدم في اتجاه قارتي افريقيا واسيا يرضوا عن البيع ده، البيع اللي هو حصري جدا جدا قوي خالص ده. وبالتالي لا خلاص، الملف اصبح زي كل ملفات مصر الجديده اللي كلنا سكننا بقى في عنوانها 30 يونيو 2013. من ساعتها والعنوان ده واضح للجميع، تقدر توصل له ببساطه. فاصبح هذا الملف زي الاقتصاد، زي اصلاح كل مرافق الدوله، ومن ثم رايحين على اختبار قوي من المواطن المصري زي ما تحمل ما مر عليه ان يتحمل الضيافه وكرم الضيافه والوفاده وانجاح بطولته هو. ده كلام مهم جدا، هيبقى عندنا كلام اكتر بس بعد الفاصل. مستمرين في الحوار مع الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت، وكلمنا على المنتخب وكلمنا على اهميه ان البطوله لازم تنجح بغض النظر كمان الخروج المؤسف لمنتخب مصر من بطوله الامم الافريقيه اللي كتير كان متوقع كده، بس مش للدرجه دي بالمنظر ده. وان شاء الله البطوله هتنجح لان فعلا مجهود كبير من كل مؤسسات الدوله على انجاح هذا طبعًا الحدث الكبير، ومن كل مواطن، وده تحدي يعني. طبعا وده تحدي مهم جدا 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 لينا كشعب مصري. لكن في نفس الوقت لازم ما ننساش ان احنا منتخبنا اللي بيحمل اسم مصر خرج على ارضه ووسط جمهوره من بطوله الامم الافريقيه. مؤكد اسباب الخروج بقى بالتحديد اللي احنا قبل الفاصل كنا عايزين نتكلم فيها، بس ايه الوقت ما اسعفناش. اسباب الاداء الهزيل لمنتخب مصر، الاداره الفنيه رايك فيها ايه؟ القرارات الاداريه الخاصه باتحاد الكره رايك فيها ايه؟ اولا يعني الاداره الفنيه صفر بجداره ما بين الاختيارات اللي حاولنا ان احنا حتى لا نتورط فيه، لا رفضها ولا مباركتها، في نفس الوقت ان احنا نقول قد يكون للراجل وجهه نظر الى ان تبدا معترك المباريات نفسها، وبالتالي نشوف. فربما لديه جديد غيب صناع اللعب زي ما قلت لحضرتك، غيب حتى طريقه الاداء 4-2-3-1 اللي بيدور عليها مفقوده. بتلاعب الراجل اللي المفروض يبقى ديفندر صانع لعب طارق حامد امبارح، وبتلاعب الراجل عبد الله السعيد وهو ما راحش، ما جاش البطوله اصلا، وما جاش البطوله، والاماكن لا تحجز بالاسماء يا امير. فعلا. وبالتالي غيبت في اختياراتك ناس كتير جدا، اهملت شاب كان يستطيع اللعب على الجانب الايمن هو محمد هاني، ولما خدت بالخبره وكان احمد فتحي مش موجود، خارج التصورات رغم انه مقاتل شرس. فعلا. ده يا سيدي لو هتلاعب حتى المحمدي فهو يمتلك خبرات طبعا ورصيد دولي، ولكن كيف كانت المنافسه لو موجود الشاب والخبره او الجوز بقى الجامدين دول الاحمدين يعني. صح. روح على شمال الملعب، ليه خدت الراجل؟ احنا تصورنا مع الاعلان مبكرا عن ايمن اشرف قبل الاسماء النهائيه انه قد يكون موجود ومعاه حد شمال، لانه هنا كنا نقول الراجل واخده عشان بيطلع بمنظرين في الفيلم، يستطيع انه يبقى سيرد باك او يعود لمهمه كان قد غادرها من موسمين اللي هي الظهير الايسر، حتى دي ما عملهاش. ولما خد احمد ايمن منصور برضو الفكره غابت، هو موجود فقط عشان يبقى موجود ولا لا؟ قول لي ناحيه اليمين كان في مين تاني؟ عمر جابر اللي هو اساسا في نادي بيلعب ناحيه الشمال، اللي هو اساسا لما انت قلت عبد الله جمعه لا، لانه يعني جسمانيا قليل، طب ما هو عمر جابر اصلا مش عملاق. بالظبط. صح. غيبت صانع الالعاب اللي اسمه صالح جمعه. تعرف احنا كان معانا كام مدافع يا استاذ عصام في البطوله؟ ما انا 9 6 مدافعين او 7 مدافعين في البطوله. انا بقول في القايمه. لا 9 اللي هم يسموا مدافعين يعني. سيبك من الظهير الايمن والظهير الايسر. انت بتتكلم على قلب قلبي الدفاع الارتكاز يعني. طبعا عندك حجازي طبعًا. محمود علاء، الونش، ايمن اشرف، احمد ايمن منصور، كل دول بيلعبوا مدافعين. طبعا. تمام. طبعًا. ومين تاني؟ وباهر المحمدي. وباهر المحمدي. 6 مدافعين. خد بقى عندك كمان دونجا، لعيب كويس قوي جد، لعيب منضبط جدا. طيب يا سيدي الخبرات هتيجي امتى؟ كنت لاعبه ماتش بقى قبل ده؟ ما انت لعبته على فكره جزء من وقت وظهر كلاعب جيد.
كان فرصتك انك تلعب احمد علي مباراه كامله شوط كامل الحاوي وليد يعني الاستفاده بيه تاتي في اربع خمس دقائق يعني هل ده يعني ممكن يعقل؟ ثم قرار اداري تربوي كان يجب ان يستمر حتى النهايه دي اهم نقطه الحقيقه يعني لا كنت تتوقع ان اتحاد الكره يرجع في قراره بخصوص المشكله بتاعت وردي كنت لا متوقع لا بعد ما خد القرار ده لا الحقيقه لا الحقيقه لكن وانت بقبل انه المدير الفني غسل ايده من القصه وكل حاجه إدارة المنتخب الفنية والإدارية ملهاش دعوة بالموضوع فأنت تجيلك حالة من العجب لكن كل العجب وقتها لا يسمح لك بفتح حوار حوالين ده ثم تختبر أعصاب الناس وارتباطها بمنتخبها فيكون الأجهز بأمارة إيه يعني أو مش الأجهز إنه جاهز لا يعني يكون هو ده الحاضر عندك إنه يلعب بأمارة إيه يعني يعني ليس بإبداعات يعني من تتحمل له ها توفير مكان في مباراة حاسمة زي دي في وقت عصيب زي ده عصيب فنيا عليك وانت الناس مش مصدقة أمير امبارح قبل صفرة النهاية ومش مصدقة يا أخي فرقة غايبة عنها فكرة الكابتن الكابتن الحقيقي الكابتن اللي يروح للحكم وإيده ورا ظهره يقول له الوقت الكابتن اللي يروح للحكم يقول له المفروض اللي يخرج يخرج من على الجنب الكابتن اللي يسال على 10 يارده لا لا فكره الكابتن دي مش فكره قليله طبعا لكن محدش فاضي الناس كلها مقضيه حسسونا كده انهم جايين الموضوع وعايزينه يخلص بسرعه كلام غريب جدا انه الناس كان عندها يعني حاله كده لا مبالاه انا الحقيقه أول مرة أشهدها في صفوف منتخب مصر أول مرة قد أشهد بعض الفوضى أحيانا قد أرصد أشياء من هذا القبيل لكن الحقيقة حالة اللامبالاة دي إنك ما تلاقيش لعيب بيجري لما يتقطع نفسه مفيش انتجت قرار وعكسه دي برضو مهما كان حجم ما يمكن إن يخلي الناس طفح بيها الكيل من إدارة المنظومة بقى اللي اتكلمنا عنها سنين وسنين 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 وإن احنا عايزين شكل مسابقات زي كل العالم ونترجمه ونطبقه هو ده غلط نحن اليوم نبحث عن هذا لما بتيجي تقدم لي مدير فني بتقدمه لي باعتباره إيه؟ باعتباره إنه نسخة من اللي بيحصل في العالم طب أنا عايز كمان مسابقات نسخة من اللي بيحصل في العالم مش عاوز أنا كل يوم تجديد وتطوير اللي هو ايه عودة للوراء مش تجديد وتطوير بمعناه انك طامح في مقدمة والكل والاغلب الاعم على الطاولة خلاص ما حدش عنده وقت للاجتماعات اتحاد كرة القدم بالفعل فعلا. كل واحد طبعا كل واحد عليه بقى ان يتحمل مسؤولياته كل واحد الان عليه ان يتحمل مسؤولياته لانه ده كلام مهم هنعوزه كيف الخروج من ما وصلت إليه صناعة كرة القدم في مصر مش لمجرد الهزيمة مش لمجرد أنه مصر تعمل البطولة المنورة دي اللي ينقصها بس أن أنت تبقى في المربع الذهبي علشان يفضل جمهورك موجود وهيبقى إن شاء الله الجمهور المصري لم يخزل بلاده أبدا فعلا. والناس كانت عملوا اللي عليهم تقول لنا امبارح رغم المأساة بعد ساعة كده ساعتين وإحنا ماشيين في وسطهم لا 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 ده في انجولا منتخبنا لعب النهائي في استاد مليان ومع انه انجولا ما كانتش في النهائي احنا مش اقل من كده فرحت قوي الشباب بيقولوا كده في نفس الوقت انه وهم بيتحدثوا عن محاكمه للتاريخ لكل من اساء لمصر وبالتالي انا معول على ده كثيرا لكن كمان لازم نعرف انه الخطوه الجايه خطوه صحيحه خطوه على ارض صلبه نستكمل بيها ما بداناه واللي بدأناه في البطولة دي كتير قوي سبحانك رب من تنظيم زي ما شرحت لحضرتك والجمهور العظيم لبنية تحتية ل 15 ملعب جاهزين جامدين حديثين جدا جدا بالإضافة للست استادات تقول عليهم 24 ملعب كمان مش 15 لا 15 ملعب أعد يعني وفي 8 تحت العمل فعلا دي 23 وعندك 6 استادات أرينا 29 ملعب خرجت بيهم المحروسة العظيمة العفية القوية دي يعني ده كلام مهم جدا تدارك الموقف وعلاج الأمور يتم إزاي من وجهة نظرك التحكيم أيضا التحكيم
التحكيم اظن دلوقتي لازم يشوف هو واقف فين بالزبط. ولازم يشوف العشر يارده بيتعدوا ازاي ولازم يشوف لما كانوا بيتريقوا علينا لما نقول لهم على الرذاذ المتطاير يا امير. ايوه ها لازم يشوف شكل الاداء يعني ايه هو. لازم يشوف حكمنا امين عمر وهو موجود مع طاقم وتحسين ابو السادات اعتقد كمان ازاي هم دول غير التانيين اللي هم برضو سامحني يعني انها لغز هم بس غير التانيين. يعني انت امين عمر بس بالنسخه بتاعت الاتحاد الافريقي, انت تحسين ابو السادات بس بالنسخه بتاعت الاتحاد الافريقي. طب انتوا ما بتعملوش ده هنا ليه يا شباب ان شاء الله؟ وبعدين هو لازم يتنفذ المره دي الاصرار على كل ما هو حقيقي صح. كل ما هو صحيح. انت عايز الحل نهائيا ورقه تترجم. مين بقى اللي هينفذها وقتها ما يهمناش الا حاجه واحده, ان يكون محترفا. صحيح البورد نفسه ما بيجلس عليه محترفين, لكن اول قرار بياخدوه ايه هو؟ انهم ياتوا بافضل الاجهزه المحترفه بدءا من المدير الفني لاتحاد الكره. ومحدش يزعل مني, ماذا يقدم المدير الفني لاتحاد الكره؟ الشخصيه الاهم على فكره طبعا في اتحاد هو اللي بيخطط في اي مكان في العالم في مش بس بيخطط عشان يقول المرحله السنيه كذا وماذا, ده هو اللي بيبحث سيفيهات المدربين. لا يدخل شارد او وارد للجزء الفني في اتحاد كره القدم دون عارف اللي هو بيمدح شيكات, بس دي شيكات مستقبل, شيكات فنيه. ومن اول بقى الوظيفه دي الى كل الوظائف حتى الاداري اللي هو مثلا لو انت مدير اداري ومعاك 10 مساعدين لازم يكون على الاقل يعني بينقل نفسه كده في لغه وكمبيوتر ونت وبتاع. لا لا الموضوع بدا سهلا طيب. تخيل بقى الاصلاح بدا سهل بعد كل ما قدمته الدوله المصري. طيب خلينا اقول خبر مهم جدا وهو خاص بلاعبي النادي الاهلي في منتخب مصر محمد الشناوي, ايمن اشرف, مروان محسن, وليد سليمان, رباعي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في معسكر الفريق بمدينه اليكانتي الاسبانيه بعد 5 ايام. هياخدوا راحه 5 ايام ويسافروا ان شاء الله مباشره لاسبانيا عشان ينضموا لمعسكر النادي الاهلي استعدادا للفتره الهامه جدا المقبله. عايز اتكلم بالتحديد بقى على اتحاد الكوره ورايك في الاستقالات اللي حصلت واللي هيحصل الفترة الجاية بالنسبة لاتحاد الكرة, الأمور هتبقى إيه؟ الاستقالات دي أقل واجب وطني يقدموه. واجب وطني؟ طبعًا. خلاص يقينًا كده أنت تقر بأنها وصلت على يديك لهذه المرحلة. النقطة وبالتالي لابد من مشروعية, لابد من أن تكون على الأقل بتحترم هذا الوطن. اللي جاي محتاج نراجع اللوائح بس اولا نعرف مين اللي هيدير مين كذا, لكن علينا طبقا للوائح اللي بيدير المدير التنفيذي هو المدير المالي هيدير اتحاد الكره لغايه لما يحصل انتخابات على طول. ده لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكره المصري, يحصل انتخابات على طول. الانتخابات دي هتصفر عن مجلس اداره يستمر موسم واحد ثلاثة شهور سنه واحده لا هيستمر سنه لغايه الانتخابات بتاعه الاتحادات كلها هتبقى في 2020 ان شاء الله. هو الثلاث شهور دول بقى لازم يكونوا تجربه حقيقيه مش بعيدا عن اللوائح لكن جوه اللوائح. يعني لو المدير التنفيذي يبقى لازم المدير التنفيذي يبقى مدير تنفيذي حقيقي تنطبق عليه الشروط. حلو. ومن ثم المدير كويس. المالي يبقى مدير مالي تنطبق عليه الشروط. انا مش بتكلم عن الموجودين او غيرهم. انا بقول بقى بدايه تكون على الطريق الصحيح. لا ده احنا سهلناها لك, الطريق الصحيح بات معروفا. بدايه ان تمشي في الطريق الصحيح ومن ثم يبداوا الحاله اداره لمدة موسم وبالتالي تجرى الانتخابات طبقا للائحة مادام انت اطلعت عليها كاملة وبالتالي نبدأ في وضع حتى لو كان غير موجود. يعني لو ان اللوائح لا تبحث عن هل تعمل عمل مماثل, هل ستكون موجود في اتحاد الكرة فهناك تعارض مع جهة عملك, كل الحالات الهلهلة دي هل 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 لازم نمسحها. نرجع تاني لزمن الأستيكا ونمسحها. ليه؟ علشان زي ما قلت لك انت الطريق بقى قدامك والعربيه جاهزه عشان تدور وتمشي صح. صح. شوف بقى البطاريه والميه والبنزين وكذا. وبالتالي ده المطلوب واعتقد انه مش صعب. ليه؟ لانه في اصرار من المواطن بوضوح شديد ان بلده تبقى شبه العالم. وغالبا نتحدث كثيرا عن جمهور عظيم
بيروح المنتديات اللي بيقعد فيها في الكافيهات والانديه وهنا وهنا، منظم في مباريات الفرق الاوروبيه اللي بيحبها. طب هو الاستقرار رجع الماتش رجع الدوري اهو بنفس، رجع قصدي المدرجات اهو بنفس الشكل بالظبط. خلاص بقى خليه يكمل يا اخي، ما تقطعش احلامه. طب المستقالون المفروض ان هم يقدموا تقرير بالمرحله اللي فاتت ولا لازم يستقيل كده؟ لا 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 ازاي ازاي عشان نتدارك حتى الاخطاء. يا اخي لابد ان تحترم وطنك، وهذا ما يتبقى للجميع، ان يرد لمصر كل ما له ما لها من جميل، وان يقدم تقرير بما فيه من اعترافات بالخطايا. واعتقد انه ده ليس عيبا يا اخي، انك انت تقدم ما استطعت ان تقدمه، ثم تبقى جاهز امام اي جهه تريد استفسار ما، تبقى جاهز كمان بتقرير ماذا قدمت وما هو ينقص، ورؤيتك كمان يتاخذ بها او لا. لكن هذا واجب، هذا ليست منا، ده فرض عين يا استاذ امير. كويس بالظبط، زي ما تكون بتسلمني باقي حقوقي لديك. صح ولا انا؟ لا طبعا، ده المفروض يعني طبيعي ولازم انت تقدم تقرير بالاسباب الفشل خلال الفتره اللي فاتت، عشان اللي يجي يبص على التقرير ده ويحاول يتدارك الامور، ما يتعرضش لنفس الاخطاء تاني. والاخطاء بالمناسبه معروفه، مش محتاجه تقرير، لكن انت برضو دورك زي ما حضرتك قلت دورك. قلنا بقى عايزين نبقى شبه الدنيا بالظبط كده. ليه بقى؟ لان احنا بقينا زي كل الدنيا المتقدمه في كل الفروع. ما تبقى لنا اداره شبه الدنيا، وهي ما اسهلها بترجمه ورقه، مش اكتر من كده. هل هيبقى في تحقيقات مثلا مع مسؤولين اتحاد الكره، مع كل احترامنا وتقديرنا ليهم يعني، بسبب الفتره اللي فاتت امور معينه طبقا لمعلومات حضرتك يعني؟ الكلام يعني المتداول عن جهات تتدخل، لانه ده في الاخر اتحاد، في اموال، في اقتصاديات، في يعني في كل الشؤون الاداريه والماليه، ومن ثم لابد من ضبط هذه الادوات جيدا. وبالتالي يعني الناس ما تظنش انه في حاجه ممكن تمر ان انت سلام عليكم وسلام ورحمه الله وبركاته، لا، هناك وقفه لنظره شامله. يا اخي انت لو مستلم شقه في مصيف بتسلمها بعد مراجعه اللي فيها لاصحاب الحق وهي مصر. وبالتالي ما وصل للاعلام هو أن كل شيء قيد البحث والتحري. طيب ده شيء أكيد هيكون مهم. خلينا نشوف تفاعلات الجماهير بشكل عام عن أسباب خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية. نبتدي بتويتر، ولارا عبد الرحمن قالت الأسباب بتكمن في أن الاتحاد، مش بس الاتحاد، الجهاز الفني والإداري اللي سمح للعيبة تمسك الموبايلات، المفروض أن ده معسكر يعني وبتاع يعني. دي جزئية وجهة نظر برضو من لارا، حقها بالظبط، حقها طبعا. مي عصام قالت اتحاد الكرة أولا والمدير الفني ثانيا، والمفروض كان في لعيبة تتواجد في البطولة، ودي حقيقة، وعدم وجودهم كان سبب أداء مصر. والمفروض اللي راحوا برضو كانوا يبقوا عند قدر المسؤولية. أخي أنت لعب طراز إيه؟ شريحة أولى، حتى لو انت يمين العب شمال بالزبط. مفيش روح يا استاذ، مفيش روح. انا اسف يعني. لا لا اتفضل اتفضل. قطعت كلام الشباب. يوسف النجار قال اتحاد الكرة يعني بيتكلم من وجهة نظر أخرى برضو. أميرة بتقول اللي اختار المدرب هو السبب إن احنا جبنا أجير يعني. رامي قال بلاش. أحمد زيزو قال اتحاد الكرة الناس تعبانة، الناس تعبانة أمير، وانت في وسط محمد الشباب. ربيع قال اتحاد الكرة، لأن كل الناس تحملت وصدقت اللي بيتقال. وبالتالي أنا متضايق جدا على الأطفال اللي كانت بتعيط امبارح، اللي كانت بتعيط امبارح في المدرجات، والطفلة اللي كان صورة وطفل كمان يعني، الصورة دي حد منزلها عمرو هلال بالتحديد، قال اتحاد كرة الفاشل هو صلاح يروح الغردقة. دي جزئية يا جماعة مش متأكدين منها لحد دلوقتي، مفيش تأكيد عليها يعني، الكلام ما يبقاش كتير على الموضوع ده. وكمان من ضمن السلبيات يعني الباقي الأعلام في الشارع، وكانوا بيسترزقوا من الجزئيه دي، الواحد برضو بيزعل على الناس دي اللي كان عندهم امل ان هم يحققوا اكبر كم ممكن من المكاسب وحقهم المشروع. تعالى تقول لحد نهائي المنتخب، تعالى نقول للمصريين الطيبين دول، لان برضو حتى دي الحقيقه عايزه اعاده صياغه. هو كمان اتصور في قادم الاحوال ان هو كمان يبقى بائع جائل بس مرخص زي كل العالم برضو. وفي نفس الوقت تعالى نقول له شيل بقى علم الجزائر وعلم تونس ومشاغبات يعني اهالينا في القاره السمراء فوفوزيلا وما الى ذلك، وحاول تبيعها، خلي الجمهور المصري يروح بيها. الجمهور المصري عظيم، وبنقول للباعه الجائلين دول ما تخافوش، اولا الارزاق بالله، ثانيا ستصبحوا ضمن منظومه محترفه
تضمن ارباح خرافيه للبلد ده يا كابتن امير بشكل عام. بالظبط، لانه الارباح الخرافيه دي بانت في البطوله. اوعى تفكر البطوله دي مرت مرور الكرام، لما كان بعض الملاعب تملا هنا وهناك ويقولوا ان المبيعات على التذاكر عدت مليون ولا حاجه، المره دي هتتكلم عن ارقام حقيقيه قد تتعدى ال 10 مليون وال 15 مليون مبيعات تذاكر. طب نروح لفيسبوك وراي الناس في اسباب الخروج. سما محمد قالت اجري هو السبب، محمد عبد الرحمن قال غياب الروح، والله كنت حاسس لدرجه اليقين ان احنا هنخرج، ده محمد عبد الرحمن. جمال عاصم قال هاني ابو ريده ويجب محاكمته وجري باختياراته وجهات نظر الجماهير. محمد جمال الهواري قال مساء الخير يا كابتن، اتحاد الكره والمدرب واختياراته هما السبب. ميمو جويدا قال الكل مسؤول، ده اتحاد الكره باختياراته الخاطئه، الجهاز والمدير الفني ثم الجهاز الفني والاداري المنتخب ثم اللعيبه الهزيله في الملعب ثم الجماهير التي ساندت. الجماهير يشكر والناس كانت بتروح وبتبقى متواجده، ممكن كان يبقى محتاجين حماس اكتر من كده، لكن الجمهور اللي كان متواجد يعني قصده ايه الجمهور؟ قصده ان الجمهور يعني كان محتاج يبقى اقوى من كده في التشجيع يعني، وجهه نظره يعني. احمد محمد بيقول ان اتحاد الكره واختيارات اجيري كلها غلط، يعني كلام كتير واسباب كتير الناس كلها تطرقت، وطبعا حقهم اكيد كل حاجه روشتت بدءا من المطالبه بالبحث للمحاكمات لمن يستحق، دي حقوق جماهيريه ما حدش يزعل طبعا منها. طبعا كل واحد حقه يقول وجهه نظره طبعا، كل واحد زعلان، كل الناس دي زعلانه بسبب خروجنا. الناس عايزه تعرف في ايه، هي صدمة في الحقيقة. الأهم الآن هو تقرير يخرج صح إلزاما من اتحاد الكرة. روشتت أستاذ عصام شلتوت للرياضة المصرية والكرة المصرية خلال المرحلة اللي جاية عشان الأمور تمشي بالشكل اللي بيتمناه كل مواطن مصري. يعني ده الجزء اللي فيه ربما استعادة لابتسامتنا، إن الروشتة سهلة وإن العلاج ما هواش مكلف، بل على العكس يعني تحت رجلك، ألا وهو العودة للنظام العالمي. نحن نبحث عن النظام العالمي في الكهرباء، في المية، في الرصيف، في صح ولا لا؟ صح. ألا نترجم ورقة الكورة؟ ورقة الكورة إشي خيال يا ناس، ربحية عالية وفرص عمل للشباب، وقلت الكلام ده مع حضرتك قبل كده صح. وبالتالي الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة للرياضة عموما، ورعاة حقيقيين واستثمارات حقيقية، وأن تعود الأندية الشعبية بمشروع مش بإعانات وكذا، لأن الجمعية العمومية برضه في اتحاد الكرة متهمة ولا تنصاع للي بيقول لك الجمعية العمومية ستفعل إيه، ما كنت فين؟ أنت مسؤولة عن اختياراتك أيضا. يجب أن يكون هناك فارق يا أستاذ أمير بين دوري محترفين بجمعية هي دي اللي هتقدر، لكن لا تساوي أندية محترفة بأندية في بداية الطريق والكل أمام الصندوق للأسف صوت. الكلام ده يصلح في اختيارات الـ يعني قيادات الدولة في اسمه ايه المجلس المحلي، لكن مش في كرة القدم الصناعة. وبالتالي تبا لأي حد مش محترف، احنا مش محتاجين متطوعين يا عم، واخر ما تيجي تحاسب يقول لك انا راجل، لا يا عم انت متطوع ليه يا عم؟ مصر مش محتاجة حد يديها إحسان، مصر هي من أحسنت للكل. بالظبط. المدرب الجاي مع المدرب الوطني ولا المدرب الأجنبي؟ وازاي يتم اختيار هذا المدرب اصلا، ومين اللي هيختاره؟ لازم تضع نقط، طالما اتفقنا ان العلاج هو ترجمه ورقه كامله يبقى لازم تشوف الناس بتختار ازاي. هتلعب افريقي ودولي، تبقى راجل عايز واحد صنعته المنتخبات وليست الانديه مثلا. ومن ثم مسك قارات منها افريقيا، مسك بطولات راحه مع منتخبات منها كاس العالم وهكذا تدار. وطني يتحط بوينت قدامه ثم نقط بونتات بقى. البوينت دي مع مدرب وطني، لا بقول لك وطني يتحط قدامه بوينت محترف كذا، لو استقريت يعني على مدرب وطني تكتب لك كام بوينت كده، ثم تبدا تديله البناط بقى واخد في دي كام من 10. اجنبي نفس الحكايه، فلتنطبق على من تنطبق عليه. لكن المدرب الوطني عليه ان يفصح عن نفسه، وعايزين هو كمان ينتشر. ما هو مش هينفع تبقى مدرب واخد اسمها ايه دي تصريح شغل من شركة او الرخصة بتاعتك، بدل ما تحضر 10 ايام حضرت 6 ايام وقلت له ما اعمل ايه بقى، اكل العيش مر. كل الجمل دي لازم تختفي يا استاذ امير. والحقيقة ايضا للاعلام دور ان يكون مراقب، مش بس وقت الازمات، ان يكون مراقب دائما وان يقدم الحلول، مش بس كشف الغطاء عن اخطاء هنا او حتى فساد هناك، ولكن ان نقدم ايضا الحلول. لو قدمنا الحلول واصرينا عليها
أعتقد هنحاول نرضي ضمائر الإعلام. كيف يتم استمرار بطولة الدوري ومين اللي هيديرها خلال الفترة اللي جاية؟ البطولة احنا عارفين ان هي مؤجلة بعد بطولة الأمم الأفريقية، واحنا عارفين الكلام الكتير اللي نادى بيه النادي الأهلي على مدار شهور في اللي صحيح. فاتت، وطالب ان يا جماعة في حاجة غلط في المنظومة، كلام كده ما ينفعش. كل الأمور دي، شايف المرحلة الجاية ازاي بالنسبة لبطولة الدوري، سواء استكمال هذا الموسم أو الموسم الجديد؟ الحقيقة ده تحدي بقى. تحدي. أول تحدي للجمهور العظيم وللدولة التي لم تبخل. وشوف بقى من المرات القليلة التي تتدخل الدولة لتوفير ما هو لوجيستي وبنية تحتية، ولكنها لا تتدخل فنية. كنا زمان نسمع الدولة تقول لك ده يلعب ده ما يلعبش، خدوا اللعيب الفلاني. لا لا لا، هنا بتتدخل بنفس الإجراءات الدولية، ومن ثم هيبقى طلبها المرة دي أن وجه مصر الرياضي وفي القلب منه كرة القدم يدور كما العالم. كان هناك اتفاق أن مسابقة الموسم ما تروحش هباء، يبقى لازم تستكمل لازم تستكمل بالمواعيد الأخيرة التي وضعت والتي اتفق عليها الأغلب العام إيه من الأندية. هذا هو التحدي الأول لمن سيدير الشهور التي تسبق انتخابات العام الواحد. يا شهور هتبقى قليلة جدا في كل الأحوال، لكن أنت متفائل فيها اختبار قوي طبعا. أنا مش حكيت طبعا متفائل إن الكرة المصرية تبقى أفضل من كده، وإن الدولة لن تصمت، إحنا ما تعلمناش، لكنها تصر على نموذج عالمي. ده اللي أقدر أقوله لك جديد يعني لبرنامجك. هتصر على النموذج العالمي. حلو قوي. ده زي ما النموذج العالمي اتطبق في الملعب وفي الكشافات وفي البث وفي الفوركي وفي الإخراج وفي كل حاجة. سيارات البث يا سيدي الفاضل، وعفوا للإطالة، سيارات البث لمرة أولى في تاريخ شراء الأجهزة الحديثة مش تأتي من موانئ الشحن للتخزين ثم تخرج للملاعب، ده وهي في موانئ الشحن مكتوب عليها دي عربية السويس، دي عربية إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ فعلى الكل أن يقدم خلاصة عمله. إن شاء الله يكون متواجد الأفراد اللي ساعدوا الدولة في الوصول كل المصريين نفسهم فيه ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ عشان نورتنا وشرفتنا. شكرا. دي كانت فقرتنا مع الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوتو، اتكلمنا بتفاصيل كتيره جدا في اسباب خروج المنتخب الوطني المصري ومعالجه الامور تبقى ماشيه ازاي خلال الفتره اللي جايه. كل التوفيق للكره المصريه وهارد لك للشعب المصري. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.